استكمالا للجهود الحكومية لإعادة الإعمار في محافظة درعا، اطلع وزيرا الإدارة المحلية والكهرباء على الاحتياجات الضرورية لمحافظة درعا وآلية العمل ضمن المؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية وسبل تطويرها بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي. وجال الوزيران مع محافظ درعا وقائد شرطة المحافظة على الجمرك القديم وبعض الأحياء في درعا البلد ومركز نصيب الحدودي، واستمعوا إلى المتطلبات التي من شأنها دفع عملية إعادة الإعمار وتحسين الواقع الخدمي. تم تقييم الأضرار بكل النقاط التي دخلت على عادة إلى حضن الوطن، وهالتقييم هذا دائما وابدا بيودي الى تحديد الاحتياجات. مثل ما بنعرف ان الاضرار التي خلفها الارهاب كبيره جدا على كل المؤسسات والخدمات، اليوم الامكانات المتوفره بحسن اداره وتحديد الاولويات توزع على القطاعات. الوضع الكهربائي ان شاء الله الى تحسن على مستوى القطور، ليس في محافظه درعا فقط، طبعا محافظه درعا مثل باقي المحافظات. نحن نعمل طبعا جهود كبيرة وأموال طائلة صرفت من الحكومة على تحسين قطاع الكهرباء، طبعا تحتاج إلى وقت بالتأكيد. سيتم إضافة كميات من الكهرباء خلال هذا العام، حتى نهاية هذا العام سيتم إضافة بحدود 600 ميجا إلى الشبكة السورية، وفي العام القادم أيضا سيتم إضافة أكثر من 1000 ميجا. جولة من شأنها العمل على تحسين واقع الخدمات وتفعيل الأسواق الشعبية وإطلاق مشاريع تنموية مع التركيز على السرعة في الإنجاز تلافيا لفروقات الأسعار، إضافة للعمل على رفع التعديات على خطوط المياه والكهرباء. هذا تتويج أكيد لعمل المصالحة اللي تمت وبدأت في درعا البلد، كلها تتبع هذا الموضوع، وإن شاء الله الزيارة مباركة بتقديم بعض الدعم للمحافظة ضمن الإمكانيات المحدودة. إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية ورصد المبالغ اللازمة لترحيل الأنقاض من شوارع درعا البلد، واستكمال بناء دار الحكومة وترميم العديد من مباني الوحدات الإدارية والمؤسسات الحكومية، وإنارة مداخل المدن والبلدات بالطاقة البديلة من الخطط المقبلة لإعادة الحياة إلى درعا. فراس لحمد لقناة سما الفضائية، محافظة درعا.